فحين نكون شيئا من الحسين عليه السلام نكون شيئا من صموده وثباته وقوته وثلابة موقفه مع الحق وفي نصرته. يتامى غريب
بيوم البلي من السيد الغربة ولا واحد من أهله يا وسف دربة في جودي بنفسه والسم ساطي الجربة ودمع الفاجعة عن وجنه صبا ودمع الفاجعة عن وجنه صبا ودمع الفاجعة عن منه يوصبها الساعة قبل عين الانزاح من قبل احتضارة واهلا يا حسن بعيد افصل عن درب البيت ما تعرف اخبار من هو يوصف الساعة قبل عاين الانزاع من قبل احتضاره واهلا يا حسرة بعيد تفصل عن درب البيت ما تعرف اخبار لكن الله بقدري تأخر للرضا جمدا والأرض طيبت إلى واد وصل عنده من بعد الفرقان فهم المسموم وصده عاين واحد عاين حالة والده الدمعة تجري بخده منه يوصب هسا جهمي عاين لمزا لكن الله بقدري تسخر للرضا جندا والأرض مرطي وثيلة واد وصل عنده من بعد الفرقالي فهم المسموم وصده عاين حالة والده الدمعة تجري بخده عاين حالة والده والدمعة تجري كل من يقصد الطوس يتمنى أمانه بالسبع الزيارات الجنة ضمانه كل من يقصد الطوس بالسبع الزيارات الجنة ضمانة بشراك التزور للجنة العبور بشراك التزور للجنة العبور خلي شوف اشقاك إن بالهادي لو رحت زايرة خلي شوف اش قال ان بالهادي لو رحت زاير من مسافة جيت قاطع الانصاب لثر الضغط زاير باشواك للرضا في طوس قبره الزاهر عهد من الله نفس كروبه نوبلا غابر والعمل مقبول والشفاعة يكون ينتشر باجر يعتني شانك عرصة المحشر ما يظل حاير كل من يقصد الطوس يتمنى أمانه في السبع الزيارات ضمانه كل من يقصد الطوس يتمنى أمانه في السبع الزيارات الجنة ضمانه من كلام النور من أبو الحسنين فارس الحملات لابن في طوس اسمه اسمي غربة البلدة ينقتل بالسم يندف المظلوم ترتفع رايا كل من يزوره ربي المعبود يغفر الزلات لو عدد النجوم
زلت السيارة تلمح السيارة من عدد الأوراق في الشجر احسب ما تضل خطوة كل من يقصد الفوق أنا بالسبع الزيارات ضمان كل من يقصد الفوق أمانة بالسبع الزيارات وباقر الأطهار عالم المهيوب مصدر الأحكام حدث الأصحاب عن جبر في طوس تقصد الأنام كل من إيه كل من كل من إلى زيار عارف بحقه نوله العلاق أجر من أنفاق قبل يوم الفات قاتل الظلام من ولد موسى في ثرى خراسان ناشر الأعلام هل أجر مضمون إلك يا زيار سيد الإسلام كل من يتمنى سبع الزيارات ضمانه نرجو ما قاله صادق الأظهار عن حميد الغرب دمك خراسان دمك خراسان روضة الجنة للفؤاد تسم لو اجيت تزوم بقعة الضامن لك من الله البر لو تعد من اهل المعاصي تكون تنجو من كل ضر للغريب اللي سمت العدوان تعترف وتمر اخذك بيدي عارف بحقه على الصراط تمر كل من يقصد الطوق يتمنى امانه بالسبع الجنه والرضا الضامن بالزياره قال للذي زوره يكون في الجنه في مراتبنا واضح الصورة زايري أجره زيارة الهادي يحظى من نوره أنا وباري بالحشر نشبع نفس موقورة لثواب الله عمره مقبولة حجة مبرورة لأمان الله من عذاب النار جهنم مغفورة كل من يقصد الطول يتمنى أمانة بالسبع الزيارات أعداد المليون كربلة تقصد كل هم الشايب تمشي ليل نهار حامل الأشمار دمها في الداية وبعشق الحسين تقطع الأبطار وليه عناية يطلع العباس عند حدود الطاف رافع الراية جاي يحضنكم لي جفينه يروي من ماية يا هلا بزوار والد الأكبر مقصد الغاية كم مليون كربلة تقصيد كل هم الشاية تمشي ليل نهار حامل الأشواق دمها فداية وبعشق الإحسان تقطع الأخطار وله عناية يطلع العباس عند حدود الطاف رافع الراية جاي يحضنكم ليا جفنه يروي من